السلام عليكم التلاميذ والتلميذات الاباء والامهات، مرحبا بكم عند بروف عبدو. كنتمنى تكونوا بصحه جيده في القناه ديالنا متخصصه في نشر اخبار التعليم بالمغربي. لكن نتوما تمين اشتركوا، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم اي جديد. وكما شفتوا في العنوان ديال الفيديو غادي يكون تمديد ديال الاضراب الوطني للاساتذه المفروض عليهم التعاقد. تابعوا معايا التفاصيل. إذن كما كتشوفوا معي أصدقائي التلاميذ، هذا البلاغ ديال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد. هذا البلاغ هذا اللي خرج غير اليوم 10 فبراير 2023، كما كتعرفوا بأن هاد ثلاث أيام يعني من يوم الأربعاء إلى حدود اليوم كان إضراب وطني ديال أساتذة التعاقد، ولكن خرج هذا البلاغ هذا لتقول بأنه تقرر تمديد الإضراب إلى يوم السبت 11 فبراير والاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقاط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مصر. يعني تغدى غادي يكون الإضراب الوطني، فقد تقرر التمديد ديال الإضراب. ونتقول تنسيقيه بأن المعركة ما زالت مستمرة وبأن الأشغال ديال المجلس الوطني ما زالت مستمرة. يعني غادي يخرج كذلك واحد البلاغ آخر في الأيام القادمة، على ما أظن غادي يكون يعني غادي يزيد يتمدد الإضراب وغادي يكون إضراب مفتوح هادشي كامل. وآخر حوايج هو أنه كان يعني التوقيفات المؤقتة للعمل لمجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، وهادشي اللي خلى التنسيقية باش أنها تصعد في المعركة في هاد يعني الاحتجاجات وكذلك يعني هاد الخطوات ديال عملية مقاطعة تسليم النقاط وأوراق الفروض للإدارة. خوت هادشي اللي كاين في هاد لافيديو بلا ما نكثر عليكم، كنظن بأن البلاغ واضح جدا. ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم أي جديد. كان معكم بروف عبدو ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.